نروح لأيمن سلامة. مساء الفل أستاذ أيمن. مساء الخير يا أستاذ محمد، وأهلا بحضرتك وبكل مشاهدي قناة المحور، وأهلا بالأستاذة دعاء حلمي. خليني أقول لك كل سنة وأنت طيب. الأول رمضان كريم، وأنا عارف إن أنت لسه هتشتغل في التصوير وتكمل المسلسل، بس ادي حاجة خاصة كده لقناة المحور والجمهور، الناس تستنى إيه بكرة في أول حلقة؟ تستنى إطلالة جديدة لريهام حجاج بشكل جديد خالص وبشكل مميز، وتستنى أحداث قريبة منها وقضية اجتماعية أو قضايا اجتماعية خاصة بيها، يعني تستنى المسلسل. هي أنا واثق إن شكل تقديم المسلسل من أول مشهد هيغري ناس كتير جدا للمشاهدة. يعني أيمن سلامة شاف مسلسله هيبقى واحد من أقوى 3 أو 4 مسلسلات في دراما رمضان هذا العام؟ لو ما شفتش كده يبقى عندي مشكلة. لازم أشوف كده طبعا، لأن الحمد لله يعني احنا عاملين عمل مشرف، عمل محترم، عمل كبير، كل عناصر النجاح متوفرة له، من إنتاج الأستاذ جمال العدل، من إخراج صديقي العزيز سامح عبد العزيز، من النجوم الكبار اللي معانا. هو الكتابة المتميزة ليك، لأن أنت بصراحة وزي ما قالت زميلتي دعاء حلمي، التخصص بتاعك وأنت بتكتب الورق بتاعك مهتم بالمرأة وبجوانبها النفسية الاجتماعية، يعني ده جزء بصراحة حضرتك بتتميز بيه أستاذ أيمن. يعني أنا من العشاق الخاصين بعالم المرأة، يعني بحب عالم المرأة، لأن عالم المرأة هو أكثر مجالاً إن أنت تقدر تعبر عنه، إن أنت تقدر صحيح مشاعر المرأة فياضة، يعني أنت تستطيع إن أنت تدخل جواها، وده كان تحدي عندي من وأنا صغير كده، إن هو نزار قباني أكثر واحد كتب عن المرأة شعر وعبر عنها، إحسان عبد القدوس أكثر واحد كتب عن المرأة، يعني بيعبروا عن المرأة أكثر من النساء نفسهم. المرأة دعاء حلمي عايز أتكلمك بقى. إزاي حضرتك يا أستاذ أيمن؟ يا دعاء إزاي؟ علي صوتك يا دعاء. الحمد لله بخير، إزاي حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله. إيه سر فكرة إن أنت فعلا أكتر ألم أنا شفته الحقيقة من مجال رصدي المتواضع، يعني بتعرف تعبر فعلا عن مشاكل المرأة، وزي ما يكون اللي كاتبة الحكاية ست، يعني تفاصيل وحاجات من تحت الجلد كده الواحد ما بيحسش بيها غير الست اللي زيها. والغريب برضو مادة خصبة، ولا والغريب برضو ان اي نجمة مع حضرتك اعتقد ان هي بتبقى قبل غير بعد، صح ولا ايه؟ ما هو ان انت تبقي متخصصة في الدراما بالدرجة الاولى ودارسة دراما، وبعدين تحطي المادة بتاعتك بقى اللي هي ان انت تدخلي الى عالم المرأة من خلال قراءات كتيرة جدا، من خلال مشاهدات كتيرة جدا، فتعملي ثقافة لعالم المرأة، دي ثقافة متكاملة هتستطيع انك تعبري عنها، وهتستطيع ان انت تدخلي في مشاعرها وتقدميها على الشاشة. انا الحقيقة من عشاق فكرة التحدي، انا بحب اتحدى الصعب دائما، يعني المرأة في ناس كثيرة جدا اكتر من عبر عنها هم الرجال، دي نقطة. احسان عبد القدوس في المقدمة، صحيح طبعا ونزار قباني كشاعر بالظبط. فده كان تحدي بالنسبة لي، ان انا ازاي اعمل زيهم، يعني ازاي ان انا كرجل ادخل الى عالم المرأة واعبر عنها وعن مشاعرها. الحاجة الإضافية إن المرأة مادة خصبة وجميلة جدا، إنك تحط فيها كل الرموز اللي أنت عايز تعملها، يعني المرأة دي ممكن تبقى الأم، ممكن تبقى الأخت، ممكن تبقى الوطن، ممكن تبقى كل حاجة. صحيح. تستطيع إن أنت تشكل كالدراما بتاعتك اللي أنت بتعمل منها ما يسمى يعني بالبناء التحتي، أو اللي هو مش عايز أقول كلام أكاديمي طبعا، خاصة لسه الناس هتروح على السحور بقى حاج أيمن. يعني كل سنة وانت طيب. أيمن سلامة مؤلف العمل الدرامي اللي هيعرض على شاشة المحور يوتيرن، حلقته الأولى بكرة. بشكرك أيمن سلامة الكاتب.